الآن الحمد لله وصلنا لنهاية هذا الملف وصلنا للحقيقة التي تهرب منها المتهم طيلة سريان هذا الملف هذا أمام المحكمة. الآن أنا كما قلت بأننا كنا أمام محكمة مكونة من 5 أعضاء، يعني فيها ضمانات أكثر مقارنة مع المرحلة الابتدائية اللي كتكون فيها 3 أعضاء. هذا الملف تم استئنافه من طرف النيابة العامة، من طرف المتهم، من طرف المطالبات بالحق المدني. إحنا لأن تمسكنا بحقوقنا كاملة، المتهم تهرب من عرض وسائل الإثبات، من عرض الحجج، من المواجهة. راكم شفتوا بأنه طلب الإمساك عن الكلام، أنه رفض الحضور أمام المحكمة، ولكن تمسك باش أنه يقول الكلمة الأخيرة. المحكمة كونت قناعتها من خلال كل ما رجع أمامها، من خلال مرافعة النيابة العامة وكذلك دفاع المطالبات بالحق المدني لتصل إلى الحقيقة التي برزت الآن والتي ظهرت وتؤكد الحقيقة اللي انطلق منها الملف، هو أن توفيق بوعشرين مدان، وهو أن توفيق بوعشرين ارتكب هذه الجرائم البشعة تجاه ضحاياه. وبالتالي الحمد لله حنا كنعتبروا بأن الحكم الذي نطقت به المحكمة إلى الآن قال الحقيقة، حاول أنه يعدل الحكم الابتدائي. حنا كنعتبروا أنه لم يشفي الغليل بالنسبة لنا، ولكن على الأقل جزئيا أنه ألغى الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم من خصوص جريمة الاتجار بالبشر، بخصوص الضحايا نعيم الحرور، وداد ملحاف، وباقي الضحايا، وأخذته المحكمة الآن من أجل جريمة الاتجار بالبشر بالنسبة لجميع الضحايا، ومن أجل ذلك رفعت الحكم من 12 سنة ل 15 سنة، كذلك عدلت الحكم فيما يتعلق بالغرامة، وعدلت الحكم فيما يتعلق بالمطالب المدنية الخاصة بالضحايا. إذا رفعت المبالغ المحكوم بها الأسماء الحلاوي 800,000 درهم، بالنسبة للنعيمة، بالنسبة للخلود الجابري وسارة المرس إلى 500,000 درهم، بالنسبة للنعيمة الحرور وداد ملحاف إلى 400,000 درهم، وإلى 100,000 درهم بالنسبة لباقي الضحايا. إحنا كدفاع المطالبات بالحق المدني كنعتبروا أن هذا الحكم وإن كان نسبيا كان هناك واحد الارتياح ليه، ولكن لم يجبر الضرر الذي تعرضنا له الضحايا ولا زلنا يتعرضنا له. كنعتبروا بأن المبالغ اللي تقدمنا بطلبة في المرحلة الابتدائية كاين فرق يعني شاسع ما بينها وما بين ما حكم به، لأن احنا ابتدائيا تقدمنا بطلب 5 مليون درهم بالنسبة لأسماء الحلاوي، وتقدمنا ب 3 مليون درهم بالنسبة لسارة المرس وخلود الجابري، و 2 مليون درهم بالنسبة لنعيمة الحرور. الآن كيترفع المبلغ فقط 800,000 درهم بالنسبة لأسماء الحلاوي، إذا لم يصل إلى المبلغ الذي طلبناه، رغم أننا أسسناه على أن الغرامة لوحدها في قانون التجار بالبشر تصل إلى 6 مليون درهم. وبالتالي كنعتبروا مهما كان المبلغ الذي يعني تحكم به لن يجبر الضرر بالنسبة لهؤلاء الضحايا. بقي أمامنا كذلك مرحلة النقد، حنا في التخابر مع الضحايا غنشوفوا إذا كانوا لازلنا يتمسكنا بحقهن في الطعن، غادي نتقدموا بالطعن بالنقد كذلك. إذا كنا بالنسبة لهم كيكتفينا بهذا الحكم، هذا كيبقى مسألة مكولة للضحايا في إطار التخابر. عندنا 10 أيام وبالتالي غادي نقرروا ديك الساعة شنو غادي نديروا.